أتدري ما منزلة الحياء في الإيمان والإسلام؟ أتدري في أي مرتبة جعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك أن تعلم أن خلق الإسلام الحياء. أخرج ابن ماجه من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحديث صححه الألباني وغيره: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. لماذا كان الحياء خلق الإسلام؟ لأن الحياء يحملك على فعل كل جميل، وينهى بك عن فعل أي قبيح، ويمنعك من التقصير في حق ذي الحق. وسائر شريعة الإسلام جاءت بذلك، وإنما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم خص الحياء بالذكر من بين شعب الإيمان الكثيرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون إيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والشعبة أي الخصلة والقطعة والقطعة. وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه يحمل على بقية شعب الإيمان، يحمل على فعل بقيتها. فالحياء يحمل على فعل محاسن الأخلاق والأقوال والأعمال، ويصرف عن سيء الأخلاق والأقوال والأعمال. الحياء أيها الإخوة لا يأتي إلا بخير، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في الصحيحين من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.